أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من الشرق الأوسط 7 مصارف تستعد لنقل مقارها إلى عدن. من صحيفة الجارديان مطالبات للاتحاد الأوروبي بحظر بيع السلاح للسعودية بسبب حرب اليمن. ومن الديلي تيليغراف زوجة جهادي أعطته سكينا للقتل من أجل حبها. وأخيرا من القدس العربي، الشرطة اليابانية تلقي القبض على لص في 74 من عمره. أهلا بكم. طائفة أخرى مستهدفة في اليمن من قبل ميليشيا الحوثي، ووفقا لموقع الموقع بوست، يعيش البهائيون في اليمن أو ما يعرف بأصحاب الديانة البهائية وهم أقلية تحت الاضطهاد منذ اقتحام ميليشيات الحوثي للعاصمة صنعاء وانقلابهم على الدولة في 21 سبتمبر 2014. وطبقا للموقع، فقد شن مسلحو الحوثي مؤخرا في صنعاء حملات اعتقال طالت رموزا في الديانة، وأكثر من 25 آخرين بتهم تتعلق بمعتقداتهم. الموقع بوست التقى بالمتحدث الرسمي باسم الديانة البهائية في اليمن عبد الله العلفي، والذي قال: يريدون أن ننكر ديننا وأن لا نتحلى بمكارم الأخلاق والدعوة إلى السلام التي تعتبر من الأحكام الرئيسية في الدين البهائي، أو يكون مصيرنا السجن وتلفيق التهم المستهلكة من عملاء وغيرها لنا. وأضاف العلفي: نعيش نحن وعائلاتنا في خوف من المستقبل المجهول، لأن الذي هو حاصل اليوم ليس من عمل أفراد، بل هو سياسة عامة منظمة تتخذها سلطات صنعاء لمحاربة أحد المكونات الأساسية في المجتمع اليمني. العديد من العناوين تصدرت الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم، منها البحسني: الإمارات لا تدير حضرموت والمطارات خاضعة للحكومة. ومن عدن: المتقاعدون العسكريون يتظاهرون ضد الحكومة ويستغربون تجاهل التحالف. ومن العاصمة المؤقتة أيضا: النيابة الجزائية توجه بالإفراج عن 67 موقوفا في سجن المنصورة. وفي موضوع متصل: إسعاف 8 من معتقلي سجن بئر أحمد، ومصدر طبي يؤكد أن حالتهم حرجة. ما بين وقف الحرب أو إنهاء الحرب، تحت هذا العنوان كتب سفير اليمن في بريطانيا ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في المصدر أونلاين، مضيفا في أجزاء من المقال: في المناخ السياسي والاجتماعي الذي يستقر فيه حق القوي أو الاستثنائي في امتلاك السلطة، تتنافس النخب على نهب ثروة البلاد والإثراء غير المشروع والتسلح وامتلاك أدوات القوة، بما في ذلك الوظيفة العامة، وكلها عوامل دافعة للصراع والحروب الداخلية. والحرب التي تبدأ في أي بلد لا يمكن النظر إليها بمعزل عن هذه الحقيقة، ولأنها كذلك فإنها لا يمكن أن تنتهي دون اتفاق على قواعد بناء الدولة، فتنفصل السلطة عن الدولة ويصبح الشعب مصدراً ومالكاً للسلطة، وتخرج النخب من خنادقها لترى الأمور على حقيقتها، وتعترف بأن لا أحد يملك حق تفويضها إدارة السلطة غير الشعب، وما عدا ذلك ليس إلا مدعاة لتأسيس دوافع لحروب مستمرة وضياعاً لن يسلم منه أحد وإن تأخر. بالنسبة لليمن لا يمكن أن يكون استثناء من هذه الحقيقة، فمثلما كان سبب الحرب الدوافع التي ولدتها القوة لدى نخب منحت نفسها تفويضا بالسيطرة على السلطة بقوة السلاح، فإن الحل الجذري لن يأتي إلا بتفكيك ذلك التفويض الذاتي المدعوم بمزاعم طالما استنبتت داخل وعي اجتماعي مضطرب وملتبس بأنماط الحكم المنتج لدورات الصراع والعنف والغلبة. أمام اليمنيين بعد هذه الحرب فرصة العمر أن يقلعوا عداد سلطة الغلبة كنمط للحكم بصياغها المختلفة ليقيموا سلطة الشعب، ما لم فإن الحرب لن تنتهي وإن توقفت. وهناك مساحة كبيرة بين أن تتوقف الحرب أو أن تنتهي، تمتد لتغطي ركاما ضخما من ثقافة الغلبة التي توظف لنفي التاريخ. من العناوين التي لا تزال متصدرة لموقع المشاهد: دث من حضرموت،
توزيع وثائق تمليك الشقق لذوي الدخل المحدود في المشروع الوطني للإسكان. قال محافظ محافظة حضرموت فرج سالمين البحسني: وصلنا إلى نقطة النهاية في هذا المشروع الوطني والذي سيخفف من معاناة شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود الذي طال انتظارهم كثيرا، مشيرا إلى أن هذا المشروع حظي باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي والمسؤولين في وزارة الأشغال. وأوضحت وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق المهندسة ياسمين محمد العواضي أن المشروع يتكون من 400 شقة استفاد منها 400 أسرة من ذوي الدخل المحدود بتمويل من وزارة الأشغال العامة والطرق لعدد 240 وحدة سكنية ومساهمة المؤسسة العامة للتأمينات. موقع المصدر أونلاين عنوان في صفحته الرئيسية: مدير مالية تعز يقدم استقالته بعد خلافات متصاعدة مع الوكيل. قال الموقع: قدم مدير مكتب المالية بتعز محمد عبد الرحمن السامعي استقالته من منصبه ومن عضوية لجنة تسيير الأعمال المالية بالمحافظة. وعز السامعي أسباب استقالته إلى أن هناك من مسؤولي السلطة المحلية بالمحافظة من يعيق أي جهد يهدف إلى تفعيل مؤسسات الدولة وتطبيق القانون واللوائح. وبيّن السامعي أنه عرض العوائق والعراقيل والتهديدات التي يتعرض لها وموظفو مكتب المالية على مسؤولي المحافظة والجهات المعنية في العاصمة عدن دون أن تتخذ أي إجراءات جدية أو خطوات عملية للحد من تلك التصرفات غير المقبولة، ووصل الأمر إلى طريق مسدود. وأدانت نقابة عمال وموظفي مكتب المالية في بيان التصرفات التي يتعرض لها مدير وموظفو مكتب المالية ودفعته للاستقالة. واتهم البيان أحد وكلاء المحافظة بدفع بعض المحسوبين عليه إلى تهديد مدير المالية بعد مطالبته بصرف مبالغ خارج اختصاصه. مصيدة المستبد عنوان لمقال كتبه أحمد ناصر حميدان في موقع يمن مونيتور، وقال في أجزاء من المقال: الاستبداد هو واقع مشحون وثقافة إلغاء وتهميش، هو خطاب تهديد ووعيد واتهام وتكفير، هو زرع التعصب في نفوس المرضى والكراهية بين الناس وتمزيق النسيج الوطني والاجتماعي. كل هذه أساليب خبيثة للمستبد الديني والسياسي ليشق طريقه السلطوي، يتشكل اليوم من أوساطنا بتحالف رداءة الأمس. نحن من أكثر الشعوب التي اكتوت بالاستبداد، قوض كل مشاريعنا الوطنية وشوهها، شرخ المجتمع واللحمة الوطنية، عمد بقدر ما يستطيع إلى تعويق العقول وإفراغ الإنسان من كل قيمه ومبادئه النبيلة والسامية، محاولاً فقدان الثقة بالقوى المثقفة الناعمة والعقول النيرة، وقدمها بصورة هزيلة ومشوهة. حول الوحدة لكابوس والديمقراطية لمهزلة والأحزاب السياسية لمطية ومظلة، والوطن لطائفة أو منطقة، والمسؤولية لوسيلة للنهب والتسلط والظلم والتعسف والانتهاك، والنزاهة لضعف والفساد بطولة. الرفض القائم اليوم لترسيخ كيان الدولة ومخرجات الحوار وتجريف الساحة من أدوات التنمية السياسية وتعزيز دور كيانات خارج إطار الدولة وميليشيات خارج إطار المؤسسة العسكرية الوطنية والتحالفات الصادمة مؤشر خطير لتشكل مستبد ديني وسياسي ينبثق من الفراغ الثقافي واختلال الوعي الذي خلفه الماضي، مرسخاً كل تلك الممارسات والقيم الاستبدادية الرافضة للتعددية والديمقراطية وقبول الآخر والاستماع للصوت المخالف والرأي المختلف، لا يطيق التوافق والاتفاق والإجماع والشراكة. تقرير اقتصادي جاء في موقع الاشتراكي نت حذر من أزمة حقيقية تقترب من البلاد بسبب ميليشيا الحوثي التي تسيطر على عدد من المدن والمؤسسات. وعنون الموقع: أرقام مخيفة للدين المحلي العام تدفع البلاد إلى حافة الإفلاس. قال الموقع إن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء كشف أرقاما مخيفة حول ارتفاع الدين العام الداخلي في اليمن، وحولت الميليشيا الإنقلابية احتياطي النقد الأجنبي للبلاد منذ انقلابها على الحكومة الشرعية وسيطرتها على كافة المقدرات خلال العامين الماضيين إلى رصيد سالب،
وذكر تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وسرب من البرلمان أن سقف الدين العام الداخلي ارتفع من 3 تريليون و100 مليار ريال، أي ما يعادل 12 مليار و700 مليون دولار في يناير 2015 السنة الأولى للانقلاب إلى 4 تريليون و900 مليار ريال، ما يعادل 19 مليار دولار و700 مليون في يناير من العام الجاري. وبين التقرير أن الاحتياطي الخارجي للبنك اليمني من العملات الأجنبية تراجع إلى 4 مليارات و102 مليون دولار في 2014 قبل الانقلاب، ليصل بنهاية العام الذي يليه 2015 إلى 847 مليون دولار، وهو الاحتياطي الذي سخرته الميليشيا الانقلابية لتمويل حروبها وتدمير البلاد. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد، وإلى صحيفة الغارديان والتي نشرت مقالا لجينيفر رانكرين تحدثت فيه عن اليمن تحت عنوان أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون الاتحاد الأوروبي بحظر بيع السلاح للسعودية بسبب حرب اليمن. وتقول رانكرين إن الاتحاد الأوروبي واقع تحت ضغوط متزايدة من أعضاء البرلمان الأوروبي لحظر بيع السلاح إلى السعودية ردا على قصفها لليمن. وتضيف أن زعماء 4 جماعات سياسية في البرلمان الأوروبي طالبوا مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني بأن تدعو إلى حظر بيع السلاح إلى السعودية بسبب الحرب في اليمن التي تركت 20 مليون شخص في حاجة إلى معونات إنسانية. تتابع الصحيفة، يتهم أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي بانتهاك قوانينه ببيع السلاح إلى السعودية. 7 مصارف تستعد لنقل مقرها إلى عدن. تحت هذا العنوان سلطت صحيفة الشرق الأوسط الضوء على تحركات الجانب الحكومي في سبيل إعادة تفعيل علاقات البنك المركزي، والبداية كانت مع وكيل البنك المركزي اليمني للعلاقات الخارجية خالد العبادي، والذي قال إنه بعد زيارته إلى لندن الهادفة إلى إعادة العلاقة بين البنك المركزي اليمني وبنك إنجلترا التي توقفت منذ بدء الانقلاب، أنه تم الاتفاق على صيغة عمل لإعادة تطبيع الحساب وهناك خريطة طريق لتفعيل الحساب. وقال العبادي في تصريحه للشرق الأوسط، حسابنا في بنك إنجلترا وهو أكبر حساب لدينا بالجنيه الإسترليني، يمكن عبره استخدام العمليات المصرفية حول العالم بالجنيه الإسترليني، وسيكون بنكا للاستثمارات، وكل القروض والمساعدات والدعم الذي نستلمه من المملكة المتحدة سيتم تحويله إلى هذا الحساب ليساهم في إعمار البلاد. وعن إكمال اليمن فتح الحساب في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تحدث العبادي بالقول الحساب الذي سيستقبل كافة الواردات ويتم عن طريقه استقبال وتسديد القروض وكل الاعتمادات، وسنصدر اعتمادات لشراء الكثير من الاحتياجات والسلع كالكهرباء والصحة ودعم للتجار، وسيكون هناك دعم قوي للسلع الغذائية. وعن الاجتماع الذي ترأسه محافظ البنك المركزي في برلين، أوردت الصحيفة عددا من البنوك التي تم مناقشتها، وأبرزها سيكون هناك مزيد من التعاون بين المصارف والمركزي، كما ستتعاون البنوك مع البنك المركزي في حل أزمة السيولة وتوفير النقد والعملة المحلية. يضيف، تم مناقشة خطة انتقال فروعهم الرئيسية إلى عدن، وأغلب المصارف وعددها 7 على الأقل سوف تنتقل إلى عدن، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت.
وعن جهود البنك مع البنوك المحلية تم إبلاغها أن الحوالات الخارجية سوف تفعل قريبا، لكن وفق بعض الشروط البسيطة، وما أن تنفذ هذه الشروط وتلتزم البنوك بدورها سيجد المواطن اليمني قريبا دائرة نقدية متحركة. في مقال له بعنوان هل الإرهاب ماركة مسجلة حصريا لليمنيين، ناقش الكاتب محمد مصطفى العمراني الموضوع الأكثر إثارة للنقاش في الساحة والمتعلقة بأحداث قائمة من قوائم الإرهاب الصادرة هذه المرة عن المركز الدولي لاستهداف الإرهاب في الرياض، ومما جاء في مقال الكاتب. للأسف هناك توجه إقليمي ودولي لإقناع العالم بأن اليمن هي منبع الإرهاب ومركزه ومقره الوحيد في العالم، وأن أبناء اليمن هم صناع الإرهاب، بينما بقية سكان الكوكب بعيدون عن الإرهاب الذي هو ماركة مسجلة حصريا لأبناء اليمن. وزارة الخزانة الأمريكية ومنذ سنوات طوال وهي تدرج أسماء شخصيات يمنية في قوائم الإرهاب، وعلى نفس النسق تسير الآن قوائم الإرهاب الخليجية التي يبدو أنها صارت مخصصة لليمنيين فقط، ولم يعد يوجد أي إرهابي في العالم العربي سوى في اليمن. لقد أصبح اليمني متهما بالإرهاب وعرضة للتفتيش والإهانات في المطارات العربية والأجنبية، وكأنه تهمة متنقلة وليس إنسانا، ومثل هذه القرارات للأسف تعمق هذه النظرة السلبية المغلوطة لليمني وتزيد من إذلاله وإهانته والاشتباه به. اليمن بحاجة إلى جهود عربية ودولية لإيقاف الحرب فيه وإعادة الاستقرار والسلام إليه وإيقاف الاستنزاف اليومي للإنسان وللمكان، لتعود الدولة اليمنية ويستأنف أبناء اليمن حياتهم كبقية سكان العالم، وليس بحاجة إلى قوائم إرهاب أمريكية وخليجية تطل عليه بين الحين والآخر. وقد أضافت مجموعة من الشخصيات اليمنية والمؤسسات الخيرية إليها. من وجهة نظري هذه القرارات تهدف إلى ممارسة المزيد من التدخلات السلبية في الشأن اليمني واستلاب ما بقي من القرار السياسي اليمني وممارسة الضغوطات على القوى السياسية اليمنية ووصم المقاومة اليمنية بالإرهاب ومواصلة حصارها وخنقها ودعم خصومها وإرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى اليمن تحت ستار محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف وشرعنة وجودها وإعطاء غطاء سياسي وأمني لاستمرار قصف الطائرات الأمريكية بدون طيار لمواقع داخل اليمن بذريعة استهداف عناصر القاعدة وغالبا ما يسقط ضحاياها من المدنيين. أكثر ما ورد في الصحافة الدولية غرابة ما نشرته صحيفة الديلي تيليغراف في تحقيق لبن فارمر بعنوان زوجة جهادي أعطت زوجها سكينا للقتل من أجلها. يقول إن محكمة بريطانية استمعت لشهادة جاء فيها أن زوجة جهادي اشترت له سكينا ودمية بالحجم الطبيعي للتدريب على الطعن والقتل، وشجعته للقتل وشن أعمال إرهابية من أجلها. وقالت مديحة طاهر 21 عاما إنها كانت تباهي أمام زوجها بأنها تؤمن بأفكار أكثر تطرفا وتشددا منه. وقالت طاهر إنها شجعت زوجها عمر يات ميرزا بقولها إنها تحتاج لزوج شجاع يقتل من أجلها. وخلصت المحكمة إلى أن طاهر وهي من برمنغهام مدينة مذنبة بالإعداد لعمل إرهابي. كما أقر ميرزا 21 عاما بأنه مذنب فيما يتعلق بالاتهامات ذاتها، وذلك بعد البحث على الإنترنت عن أهداف وكيفية شن هجمات. وشاهد المحلفون في المحكمة مئات المحادثات النصية بين الزوجين في فترة تعارفهما، تبادلا فيها فيديوهات ترويج لتنظيم الدولة الإسلامية وناقشا كيفية شن هجمات. وفي إحدى الرسائل قال ميرزا إنه يريد طعن شخص 27 مرة، وردت عليه طاهر إن ذلك سيكون أمرا مشبعا للغاية. وخطط الاثنان للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية بعد زواجهما. وكشفت الرسائل بين الاثنين عن أن سبب تردد مديحة طاهر للسفر الوحيد في السفر الانضمام للتنظيم هو خوفها من عدم تمكنها من إجراء جراحة بالليزر لعلاج نظرها إذا سافرت إلى الخلافة. في أخبار صحيفة القدس العربي المنوعة،
القبض على لص في اليابان يبلغ من العمر 74 عاما. قالت الصحيفة إن الشرطة تمكنت من توقيف رجل في 74 كان يرتدي الأسود ويخفي وجهه ويتسلق الجدران مثل النينجا ليسرق منازل في السنوات الثمان الأخيرة. وكانت الشرطة في أوساكا تحاول بدون جدوى الإيقاع به منذ سنوات، مستندة فقط إلى مشاهد كاميرات مراقبة تظهر سارقا رشيقا ملثما. وقال مسؤول في مفوضية الشرطة في كواتشي أحد أحياء أوساكا كان يرتدي اللباس الأسود مثل مقاتلي نينجا، إلا أن هذا السارق الحذق ارتكب خطأ أوقع به في مايو، فقد وقع القناع الذي يضعه أمام الكاميرا ما سمح للشرطة بالتعرف عليه ومحاولة القبض عليه بالجرم المشهود، إلا أن المحققين عجزوا لفترة طويلة عن اللحاق به ليلا. وأوضح الشرطي عندما كان يخرج ليلا كان يرتدي الأسود بالكامل، فهو لم يكن يسلك الطرقات العادية، كان يتسلل في أماكن ضيقة بين المنازل ويركض فوق الجدران، كان محترفا بالفعل. أعاد انخراط الحوثيين في الصراع السياسي والعسكري في اليمن المحتوى والمظهر اللذين ميزاه قبل نصف قرن. شعب يتطلع إلى الحرية وأسر تقاتل لاستعادة الحكم بادعاء الحق الإلهي. ومع أن مياهها كثيرة جرت تحت الجسر تغيرت معها التحالفات والاصطفافات، إلا أن موقف إيران مما يجري في هذا البلد لم يتبدل. هكذا بدأ حسن العديني مقاله المنشور في صحيفة الخليج مضيفا في جزء من المقال. في ذلك الوقت البعيد رمى الشاه محمد رضا بهلوي بثقل كبير لدعم الأئمة الملكيين في حربهم ضد جمهورية سبتمبر، وفي الوقت الراهن يلقي خامنئي الأثقال كلها في الحرب على العرب وعلى اليمنيين بالذات في تصديهم للأئمة الجدد. لم تتغير المواقف والسياسات إلا في فوارق ومفارقات. الفارق الأول أن الشاه كان واضحا في تحالفه مع الدوائر الاستعمارية، لم يخجل من دور شرطي أمريكا في الخليج، ولم يخفي العلاقة الوطيدة مع إسرائيل أو ينكر العداء لحركة القومية العربية ومناصرة الأنظمة والحكومات المعادية للشعوب، بينما يختفي حكام إيران الحاليون وراء شعارات تتمسح بالدين والمثل العليا ويتظاهرون بمقاومة الهيمنة الإمبريالية والحرب على أمريكا والتصميم على تحرير فلسطين. الفارق الثاني أن الشاه لم يساهم ابتداء في نشوء المشكلة اليمنية في ذلك الوقت من سبتمبر عام 1962، فقد فاجأته الثورة مثل غيره، ولكنه وجد في نشوب الصراع هناك فرصة ثمينة لتسوية حساب جار مع جمال عبد الناصر لمساندته كفاح شعوب الخليج في مقاومة غروره. لكن سادة طهران الحاليين أسسوا لصراع في اليمن، فمنذ نجحت ثورتهم في العام 1979 فتحوا أبواب المدارس الدينية والمعاهد السياسية والعسكرية لتأهيل شباب تدفق إليهم من اليمن، فنشأ تنظيم أنصار الله الذي أدخل البلاد في دوامة الحرب الحالية. الغريب أن إعداد تلك الخمائر لم يكن خافيا عن أعين الرئيس صالح في وقت كان يقف في صف صدام حسين أثناء حربه مع إيران. ترتب على هذا اختلاف في مجالات وحجم الدعم والدور الوظيفي، وكان هدف أسرة حميد الدين في استعادة عرشها الضائع، وزاد إليه الحوثيون خدمة المصالح الإيرانية. وإلى فقرة الفوتوغراف، الأحداث كما وثقتها عدسات مصورو صحيفة الجارديان ونشرتها الصحيفة في عددها اليوم، نتابع الصور.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. في أمان الله.